مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج الصحيفة، واللي حقدمكم أهم الأخبار اللي تناولتها الصحف، ونبدوها بعنوين الصفحة الأولى في جريدنا المحلية. وعنوين الصفحة الأولى من جريدة بوابة أفريقيا: الجيش يستعيد السيطرة على بلدة بنجواد غرب الهلال النفطي. المرصد: وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة تشرع في تركيب مستشفى ميداني بمنطقة بنينة بسعة 24 سرير. الوسط: مرور بنغازي يدعو أصحاب السيارات المحجوزة إلى تسلمها. وبالصور: بدأ الاستعدادات في شحات للاحتفال بذكرى المولد النبوي. والختام: معالي بالمستقبل: المؤسسة الوطنية للنفط تستنكر الاعتداء على الموانئ النفطية. وبعد ما كملنا محلي ننتقل إلى الصحف الدولية وعناوين صفحاتهم الأولى، ونبدأها بصحيفة الشرق الأوسط. أوباما يدعو إلى بناء تحالفات بدلاً من الوعود الكاذبة للقضاء على الإرهاب. العرب اللندنية: سياسة التقشف لا تكبح جماح الهدر المالي في قطر. عكاظ السعودية: إنذارات السعودية أنقذتنا من تهديدات إرهابية وشيكة. رئيسة وزراء بريطانيا: أمن دول الخليج من أمننا وسنتصدى سوياً لعدوانية إيران. السفير اللبنانية: تباين بين موغريني وديمستورا، المعجزة اللبنانية لن تنقذ سوريا. المصري اليوم: حبس 25 متهما في واقعة الاتجار بالأعضاء البشرية. وبعد ما كملنا جولتنا في الصفحات الأولى للصحف المحلية والدولية، ننتقل لفقرة الرأي، واللي حنشوفوا فيها أراء الإعلاميين والمدونين والشخصيات العامة عبر صفحات التواصل الاجتماعي. المدون خالد بوزينين: يعرفون أن أسيادهم لن يقبلوهم إلا بعد أن يسيطرون على النفط. تقديم الولاء له عدة أوجه. الإعلامي محمد الورفلي: العائدات النفطية تعود للمؤسسة الوطنية للنفط، لماذا هذا الإصرار على حرق قوت الليبيين بعد سرقته بحجة عدم وجود العدادات؟ والختام مع الإعلامي عمر التواتي: وأحيانا يكون الوفاق على هيئة رتل الإرهابي. وبنهاية فقرة الرأي ننتقل إلى لقاء الصحيفة. ومرحبتين بكم الآن في لقاء الصحيفة على قناة ديب الحدث، ولقاءنا الخاص مع عضوي لجنة الدستور مع الدكتور إبراهيم البابا. البعض يقول أن مهمة لجنة 60 انتهت بمجرد تسليمها مشروع الدستور للبرلمان، ماذا بعد؟ طبعا بناء على الإعلان الدستوري، وظيفة الهيئة لن تنتهي إلا بخروج المشروع، بخروج الدستور والاستفتاء بنعم خروج الدستور وليس مشروع الدستور. يعني على سبيل المثال، عندما يعرض هذا المشروع للاستفتاء، لو قبل الشعب أو صوت بنعم، إذن مهمة الهيئة التسيئة قد انتهت. في حال الرفض يعاد هذا المشروع إلى الهيئة التسيئة من جديد لعمل التعديلات اللازمة، ومن ثم الاستفتاء مرة أخرى. ولكن من خلال التجارب الدستورية المقارنة، 95% من الاستفتاء على الدستور كان بنعم. طيب دكتور إبراهيم، ما الذي يعطل عرض مشروع الدستور أو الدستور كما تفضلت على الشعب للاستفتاء؟ هناك عدة قضايا وعدة عراقيل إن صح هذا التعبير، على أساس الأول الانقسام السياسي الحاصل في البلاد، عدم وجود أمن، عدم وجود حكومة واحدة تسيطر على الدولة بشكل عام، وكذلك هناك أمور لوجستية لا يمكن أن نتكلم على الاستفتاء من غير توعية. مثلا يجب أن يعرف الشارع يعني الشعب الليبي النصوص، ويتم شرح بعض القضايا، ويتم التواصل معه قبل الشروع في عملية الاستفتاء. نعم. والآن هناك مسألة أخرى، وفي الحقيقة أستغرب من تأجيل مجلس النواب إعداد مشروع الدستور، وبحجة أن هناك قضايا أو شيء من صح هذا التعبير. فمسؤولية إخراج هذا المشروع، هذا القانون، قانون الاستفتاء، هو بناء على الإعلان الدستوري. فهو يعني كان نقسمها، هناك إشكاليات سياسية، هناك إشكاليات لوجستية، وهناك العرقلة الأخيرة وهي إخراج قانون الاستفتاء. نعم. وبانتهاء اللقاء الصحيفة ننتقل إلى الصفحة الأخيرة مع القدس العربي: نساء فنزويلا يبعن شعورهن. دعا
اندفعت الأزمة الاقتصادية الخانقة في فنزويلا نساء البلاد لعبور الحدود بأعداد كبيرة وبيع شعورهن في بلدة على الحدود الكولومبية لسد احتياجاتهن الأساسية من طعام وأدوية. وتشير هذه الظاهرة التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في هذا البلد الغني بالنفط، والتي دفعت ملايين الفنزويليين للاستغناء عن وجبات طعامهم والتخلي عن معالجة طبية مكلفة. وتعاني فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة بالرغم من امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وذلك لارتفاع معدل التضخم بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يمثل 96% من إيرادات. ويقف عشرات من السماسرة المعروفين باسم دراغورز على جسر يربط سان أنطونيو الفنزويلية بلاباردو الكولومبية وينادون بصوت عالي نحن نشتري الشعر. وتستجيب يوميا نحو 200 امرأة لعروض السماسرة في واحدة من 7 منصات مؤقتة تتواجد في لاباردا، وفقا لما نقلته صحيفة غارديان البريطانية عن تقديرات لخمس سماسرة. وذكرت الصحيفة أن خصلات الشعر يتم بيعها بعد ذلك لاستخدامها كوصلات شعر في مدينة كالي غربي كولومبيا. وإلى عكاظة السعودية أحذر، نزع شعر الأنف يؤدي إلى الوفاة. حذر الأطباء من قيام كثيرين بنزع شعر الأنف أو نتفه أو حتى المبالغة في قصه، لأن ذلك قد يسبب خطرا على الحياة ويؤدي إلى الموت أحيانا. وقد أشار إيريش فوغيت طبيب الأنف والأذن والحنجرة من جامعة نيويورك الأمريكية في هذا السياق إلى أن من الضروري ترك هذه العادة، مشددا على أن شعيرات الأنف تنقي الهواء الذي نتنفسه مما يبعد الكثير من الشوائب عن الرئة والمجاري التنفسية، كما أن المكان الذي تنمو فيه الشعيرات داخل تجويف الأنف تتكاثر فيه البكتيريا، وحين يقوم الشخص بنتف شعيرات الأنف أو قصها تنشأ أماكن مفتوحة صغيرة ما يمكن الطفيليات من دخول إلى المكان. ومع كاركتير الصحف العربية نكون وصلنا لنهاية البرنامج، وفي الختام صحيفتنا معاكم لحظة بلحظة.